تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كوكيز بالسبرينكلز. مقادير الكوكيز عبارة عن 200 جرام زبدة، 300 جرام سكر، 2 بيض، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 300 جرام دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندنا سبرينكلز للتزيين. هحط الزبدة، السكر، الدقيق، الملح مع بعض في الفنجان، الفانيليا احطها مع البيض، وهنبتدي نضرب الزبدة والسكر والدقيق والملح لحد ما يتجانسوا مع بعض، وبعد كده هحط بيض. اوكي، دلوقتي احط بيضة واشوف لو احتاجنا البيضة التانية ولا لا. اوكي، مش هحتاج البيضة التانية، وكده عجين الكوكيز جاهز. وهبتدي اخد من العجين اعمل كرة صغيرة، وبعد كده احطها جوه السبرينكلز، وبعدين ندخلها الفرن علشان تتخبز. برضو حاجة الأطفال هيتبسطوا لما يقعدوا يحطوا السبرينكلز على الكوكيز، هتبقى بالنسبة لهم حاجة لذيذة. هنكور العجينة بالشكل ده، عملتها كورة وبعدين بططتها شوية. دلوقتي هنحطها في السبرينكلز ونضغط عليها علشان تمسك فيها. اوكي، وطبعا هنكمل لحد ما نخلص كمية العجينة كلها، وبعد كده هندخلها فرن بدرجة حرارة 180، وهتقعد في الفرن حوالي 15 دقيقة.